السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام. عنوان الحلقة: رؤية تبين الحرب العالمية الثالثة والنصر المبين للمسلمين. أحباب الله، هاي الرؤية لابنة أخي، رأتها قبل سنين طويلة، يعني أكثر من 10 سنين، وقالت لي إنها ترى الأرض في المنام تقلصت حتى أصبحت الكرة الصغيرة، ثم سقطت هذه الكرة في يدي، أي أنا، يعني بيدي أنا، عماد عمها الذي هو أنا. ثم أني رميت الكرة من يدي بشدة فتكسرت كأنها قطع من الزجاج، وكذلك حصل الأمر مرة أخرى وفعلت نفس الأمر، ألقيتها فتكسرت، ثم في الثالثة ألقيتها فتحولت الأرض إلى حجمها الطبيعي وأصبحت كلها مروج خضراء وأنهار، والله على ما أقول وكيل. هذا ما شهدته ابنة أخي وأخبرتني فيه. أحباب الله، تأويل الرؤية، أما تأويل هذه الرؤية فتدل على أن الكرة الأرضية سيكون فيها 3 حروب عالمية. الحرب العالمية الأولى كانت عندما سقط الخلافة العثمانية وكنا خلافة واحدة وبلد واحد، وأصبحنا بلاد كثيرة مكسرة مثل الزجاج اللي لما ألقيت الأرض تكسرت. هاي بدلك على إيش؟ إنه صرنا أكثر من 20 دولة. ثم حصلت مرة أخرى وألقيتها فتكسرت، وهاي إيش؟ لما صارت الحرب العالمية الثانية، إن البلاد العربية زالت متفرقة. ثم اجت الكرة بيدي، شو معناتها هاي؟ وزادت الفرقة بين البلاد وزاد العداء للمسلمين، والحرب الثالث العالمية الثالثة حدثت منذ حرب الخليج بين العراق وإيران، وما زالت مستمرة ليومنا هذا. ولكن في هذه الحرب ستكون الكرة الأرضية في قبضة رب العالمين، الله بحيط في الأرض وبسيطر عليها، هو مسيطر دائما بس كل له حكمة، ولكن سيصلحها بظهور المهدي عليه السلام ونزول سيدنا عيسى عليه السلام، فتصبح الأرض بعد تدمير المسيح الدجال إلى بلد واحد ودين واحد ورب واحد، ويكون الدين ظاهرا وترجع البلاد مروجا وأنهارا، ويحل السلام والعدل والقسط في الأرض. هذا تأويل هذه الرؤية. أدعو من الله أن يجعلها حقا، وأعلم أن الله على كل شيء مقتدر، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.